أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم حلقتنا خاصة عن الشاعرة المصرية فاطمة نعوت وقرار سجنها والقرار الهمجي بالأحرى. يعني معانا اليوم الأخ إسماعيل محمد والأخ أحمد حرقان، خلونا نرحب فيهم أول شيء. أهلا وسهلا فيك أخ إسماعيل، وأهلا وسهلا فيك أخ أحمد، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا أني موجود معاكم كده، أول مرة أبقى موجود في برنامج الجهر بالإلحاد، وأنا يسعدني جدا ويشرفني ومبسوط خالص النهاردة إن أنا يمكن بسجل معاكم بنفس الطريقة أو الأسلوب أو الستايل اللي أنا بسجل بيه، بس المرة دي بقى أنا بتكلم بس، مش هشغل دماغي بقى لا بمين اللي بيتكلم ولا مين اللي بيقول، ولا أسمع السؤال وأرد على الإجابة. مبسوط وسعيد وبرحب بأي أسئلة، واتمنى ان انتوا تنبسطوا وتستمتعوا بحلقة النهاردة في برنامج الجهر بالإلحاد. أكيد 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 أخي إسماعيل، نحن كمان كتير مبسوطين وسعيدين بوجودك، بوجود الأخ أحمد، ويعني بصراحة أنا ممتن لكم، يعني أنتم الأصدقاء العزيزين على القلب، صراحة القريبين على القلب، يعني نحن في صف واحد مثل ما بقولوا. طيب يعني نبدأ بالأسئلة. أنا المشكلة ما عندي مقدمات، يعني كتير مقدمات ما عندي، ما بعرف المقدمات كتير، فنبدأ بالأسئلة. يعني نبدأ معك إسماعيل. مفيش أي مشكلة، أنا جاهز وحاضر دايما. طيب في عندي سؤال أول هون، بيقول ما هو قانون ازدراء الأديان، وكيف تصف وجود قوانين تعاقب من ينتقد الفكر الديني، مع العلم أن فاطمة نعوت وإسلام بحيري انتقدوا التراث الإسلامي والتصرفات الهمجية منه فقط، ولم ينتقدوا لا القرآن ولا شخصية محمد ولا الله. يعني الشاعرة فاطمة نعوت هي قالت كل مذبحة وأنتم بخير، يعني هي انتقدت ذبح الحيوانات فقط. يعني شو ردك؟ تفضل. انا بصراحه سالت في الموضوع ده، او يعني استفسرت من ناس بعتبرها اهل ثقه بالنسبه لي، دايما بستفسر منهم واسالهم على اي حاجه انا مش واضحه بالنسبه لي. فبصراحه انا لما سالت على موضوع قانون ازدراء الاديان ده، ايه اللي فهمته او اللي عرفته؟ ان القانون ده في الاصل تم، يعني ما كانش موجود القانون ده قبل سنه 80 او قبل سنه 81 في القرن المنصرم او القرن الماضي، ما كانش موجود، ما كانش ليه وجود في التشريع المصري او القانون المصري. تم استحداث القانون ده لسبب بسيط جدا، ان كان في احداث ارهابيه كتير بتحصل من قبل متطرفين اسلاميين او جماعات اسلاميه متطرفه، او يعني والموضوع اخذ بعد كبير، يعني كان منتشر جدا، من تعديات على كنائس لتعديات على قرى او بيوت لمسيحيين في مصر. فبسبب اكتر من حادثه اتكلم عنها الراي العام في مصر بشكل كبير جدا، تم تشريع هذا القانون عشان من خلاله يقدر او تقدر الدوله تحمي الاقليه او تحمي المسيحيين في مصر. بس اللي حصل او للاسف يعني هذا القانون لم يستخدم على الاطلاق تقريبا، يعني في تاريخه، يعني بعد من سنة 80 أو من سنة 81 لحد النهاردة، إحنا في 2016 أهو، هذا القانون لم يستخدم ولم يفعل إلا لإيقاف أو إلا لمعاقبة كل من يعني تسول له نفسه أن يقدم طرح ديني أو فكر ديني مختلف فيما يتعلق بالإسلام يعني تحديداً. فتم استخدامه، تم إيقاف مدونين كتير جدا أو حبس مدونين كتير، نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر يعني كريم عامر وألبير صابر. مؤخرا تم استخدام القانون أيضا لإيقاف أو لحبس الإعلامي والباحث الأستاذ إسلام بيري، مؤخرا تم الحكم على فاطمة نعود. هو ده يعني الاسباب اللي خلت القانون ده موجود او اللي هذا التشريع موجود، كان الارهاب، كان بسبب الارهاب. وانا اعتقد يعني ان الـ نص القانون في اضفاض جدا،
او مش يعني يعني نص القانون او استخدام القانون ملوش اي علاقه خالص بالاسباب اللي خلت المشرع المصري يحط القانون ده. فدي مشكله كبيره، دي مشكله كبيره، واعتقد ان حل مشكله زي دي هيكون بايد او في ايد البرلمان المصري او المجلس الشعب المصري، بس ده مش هيحصل من غير ضغط يعني، او مش هيحصل من غير يعني ان احنا نوحد صفنا كلنا كناشطين او كشباب او كاصحاب وجهة نظر في مستقبل افضل لبلدنا مصر. مش هيحصل الا من خلال توحيد الجهود دي والضغط على مجلس الشعب وتقديم يعني زي ملاحظه او شوف بنسميها ايه، استماره او او توضيح، نوضح لمجلس الشعب المصري او لاعضاء مجلس الشعب المصري ان القانون ده لم يعد يستخدم على الاطلاق لمكافحه او لمحاربه التطرف المؤذي للمجتمع، وانما يستخدم لحبس مفكرين، حبس مدونين، حبس شعراء، حبس ناس يعني أبعد ما يكون عن أي نوع من أنواع الإرهاب أو أي نوع من أنواع التعدي أو أي نوع من أنواع التخويف في المواطنين أو إلى آخره. ده ردي أو تعليقي، ولو في أي ملاحظة أنا برحب بيها. يا بصراحة قانون غريب. احمد يعني شو رايك انت؟ تفضل، بس نحن معنا ادوات لك يعني لو اذا خلصت. لا اذا سأقفل نفسي. القانون ده للاسف الشديد يعني في نوع من انواع التخلف والهبل يعني. الماده بتاعته غريبه يعني، بيقول لك يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 اشهر ولا تجاوز 5 سنوات او بغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه. يعاقب مين بقى؟ كل من استغل الدين في الترويج بالقول او بالكتابه او باي وسيله لافكار متطرفه بقصد اثاره الفتنه او تحقير او ازدراء احد الاديان السماويه او الطوائف المنتميه اليها او الاضرار بالوحده الوطنيه. يعني النص ده سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا المصريين يعني. مكالكع، ما حدش فاهم منه حاجه. هو عايز يعاقب مين بالظبط؟ اللي هو بيستغل الدين في الترويج بالقول بالكتابة لأفكار متطرفة. طب ايه هي الأفكار المتطرفة؟ وايه الحدود اللي هنحدد بناء عليها الأفكار المتطرفة من الأفكار اللي مش متطرفة؟ فين القانون؟ فين المواد التفسيرية بقى اللي بتفسر ايه هي الأفكار المتطرفة؟ بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية. يعني ده النص مكعبل كده وغبي يعني للأسف الشديد. يعني نص زي ده عار علينا ان يكون موجود في القوانين بتاعتنا يعني. طبعا لانه نص مكعبل ونص خايب ونص باقي كده ما تعرفش تفهم منه حاجه، بيتم استغلاله وبيطبق بانتقائيه طبعا، لان هيبقى في مجال واسع جدا للقاضي ان هو يعني يستخدم الهوى ويستخدم خلفيته الدينيه او عقيدته او عاطفته ان هو يطبقه. فعشان كده دايما لما بيطبق قانون زي ده دايما يجي على اللي هم اللي مخالفين للراي العام اللي هو الطاغي يعني. فللاسف الشديد يعني هذا النص لا يعني قانون غير يعني غير محترم يعني. يعني ما بعرف بصراحه يعني، انا اللي شوفه انه قانون محطوط ازدراء الاديان ما عندكم بمصر يعني لا يستعمل الا من ينتقد الاسلام. يعني اليوم بتعرفوا انتم كلنا بنعرف انه المسلمين بجوامعهم في كل مكان يعني يزدرون كل شيء، مو بس المسيحيه، يزدرون كل شيء يعني، يزدرون اليهوديه، يزدرون المسيحيه، الاديان كلها يعني. ليش لا يطبق يعني غير على اللي ينتقد الاسلام فقط يعني؟ بيطبق القانون زي ما قلت لك كده، ما يعني ملوش يعني قانون خايب، فبالتالي القاضي بيجي يطبقه بقى على حسب هواه يعني، او حسب يعني تدخل بقى عاطفه القاضي الدينيه. ومش عايز اقول لك السياسه برضو بتلعب دور يعني السياسه بتلعب دور اعتقد.
في الحالات دي يعني في القوانين دي. فقانون يعني محتاج فعلا يتلغى يعني تماما، اتمسح ولا كأنه موجود. أكيد أكيد. هو في نقطة برضه أنا أحب، في نقطة أحب أضيفها، مسألة ازدراء الأديان. يعني هي برضه إحنا الموضوع بيبقى ليه ميكانيزم أو طريقة. يعني إحنا لو عايزين نعمل قانون إيه الإجراءات، لو عايزين نلغي قانون إيه الإجراءات، فلازم إحنا يعني كشباب مع نفسنا إن إحنا نغير الواقع ده، نعرف إيه الميكانيزم أو الطريقة، ما يبقاش مجرد كلام في الهواء كده. دي نقطة. النقطة الثانية مسألة ازدراء الأديان، يعني هي مسألة غير منطقية على الإطلاق، لأن مفيش حاجة اسمها إن أنا أزدري فكرة. الأديان في الأول وفي الآخر هي مجموعة أفكار، من حق أي إنسان إن هو يصدق الأفكار دي أو يكذب الأفكار دي، ياخد بيها أو ما ياخدش بيها. ففكرة إن أنا أعمل قانون عشان أحمي فكرة من النقد أو من الانتقاد، دي أعتقد إنها في أي مجتمع متحضر النهاردة فكرة غير مطروحة على الإطلاق، لأن مفيش حاجة اسمها إن أنا أحصن فكرة معينة من النقد أو من الانتقاد، حتى لو كانت الفكرة دي هي الدين. وده يمكن بنشوفه في بلاد بره، يعني بنشوف ممثلين وبنشوف شعراء وبنشوف فنانين بيتناولوا الروايات الدينية وبيتناولوا الأفكار الدينية في مسرحيات وفي أعمال كوميدية مثلا، من غير ما حد يقدر يتكلم معاهم أو يسجنهم أو يحبسهم. أذكر مثلا على سبيل الذكر في ممثل هزلي أو ممثل كوميدي أو ممثل مسرح زي سيت كوم كده، زي اللي عندنا بيسموه سيت كوم، اسمه جورج كارلين. جورج كارلون ده راجل مسرحي وبيعمل بيقدم على المسرح زي سيت كوم، يعني زي مشهد كوميدي كده كبير. انا اتفرجت له على مقطع على اليوتيوب او على الانترنت كان بيتكلم فيها عن الديانة المسيحية، وكان او بيتكلم فيها عن فكرة الوصايا وفكرة الخلاص، كل القصة أو الرواية الدينية المسيحية، وبيتناولها بطريقة ساخرة جدا جدا جدا، وفي جمهور عريض كبير جدا بيتفرج عليه، والجمهور بيضحك على كل جملة أو كل فقرة أو كل مشهد هو بيقدمه. فما شفتش جورج كارلين ده دخل السجن بعد ما خلص المشهد المسرحي ده. فأنا أعتقد إن إحنا عندنا مشكلة في تعريف أو مفهوم فكرة التعدي، او فكره ان في خلط كبير ما بين ان انا اهاجم المسلمين مثلا وده شيء مرفوض على الاطلاق، او ان انا احرض على المسلمين وده شيء مرفوض على الاطلاق، وبين اني انا انتقد الاسلام او اقول ان انا لا مش مصدق ان الاسلام ده دين صحيح، او مش مصدق ان رسول الاسلام ده رسول صحيح. كل ده من حقي ان انا اقوله، كل ده من حقي ان انا اعبر عنه، حتى لو عايز افسر الدين الاسلامي بطريقه اخرى من حقي ان انا افسره برضه بطريقه جديده مختلفه، ومش من حق اي حد ان هو يبقى بيعامل عليا رقابه او منع او تحذير ان انا لو عملت كده هتسجن او الى اخره. فالنقطه دي اعتقد انها مش واضحه خالص عند الناس كتير جدا من المسلمين، ولازم ان احنا نوضحها، لازم نفرق بشكل واضح ما بين ان الاديان دي عباره في النهايه هي افكار من حقنا، او ايديولوجيات من حقنا ان احنا ننتقدها، من حقنا ان احنا يعني نسخر منها، او الهدف ليس الهدف هو الانتقاص يعني منها او شيء من هذا القبيل، ولكن التعبير عنها باي شكل من الاشكال هو حق عند اي انسان. وده يفرق كبير، ده فرق كبير، دي حاجة. واني انا اتعدى بقى او ان انا اهاجم المسلمين او ان انا احرض على المسلمين، هو ده الشيء اللي احنا ضده واحنا مش معاه، لان المسلمين دول في النهاية ابويا وامي وصاحبي، وممكن تبقى مراتي، ممكن تبقى جارتي او جاري. فالموضوع مش ملوش علاقة خالص بالإنسان أو بالشخص، ولكن انتقاد الأفكار أو مناقشة الأفكار أو السخرية من الأفكار ده حق عند الإنسان، ما ينفعش إن إحنا نحرمه منه أو نمنعه منه بأي شكل من الأشكال. أظن إسماعيل يعني المشكلة إنه نحن مانا متعودين على النقد، يعني كل هذه السنين مثلا من بداية الإسلام، التراث الإسلامي من بدايته، يعني من بداية التاريخ الإسلامي، ما في مسألة النقد، ما هي موجودة. يعني النقد إجا لما تطلع الإنترنت، الناس صارت تحكي، صارت تعبر عن رأيها،
فأظن النقد شيء جديد، لذلك يقابل بكل العنف أو الغضب يعني، خلينا نقول. طب أحمد، عندي بما أنك قريب لفاطمة نعود يعني صديقتك وشفتها وتتقابل معها، ما هي أسباب الحكم على فاطمة نعود، وما هي الجهة التي دعت عليها؟ تفضل. محامي خايب ما بيفهمش، شبه أمي، يعني قرر إن هو يشهر على حساب فاطمة نعود. إحنا عندنا كده في مجموعة من المحامين بيبقوا مثلا مغمورين أو مضطرب الشخصية كمان، مهووسين، بيبقوا عايزين يتشهروا بأي طريقة من الطرق، وفي ناس كتير عندنا في مصر مشهورين بكده يعني، محامين أسماء مش محددة الناس عارفينها يعني، فلان الفلاني بيطلع يخبط فيشوف أكبر شخصية ممكن تثير الجدل أو يثير أمر مواجهتها في ساحة المحاكم جدل، ويروح جاي رافع عليها قضية. المحامي اللي عامل الموضوع ده، الدعوة القضائية ديت على فاطمة نعوت، أصلا مش عارف يكتب كويس. هي بتقول كاتب الله بالتاء مربوطة، هي صلحت له قالت له دي الله بتتكتبش كده، بتتكتب كده يعني، ما إساءة إملاء يعني، يعني شبه أمي. والجاهل ده استغل ان هي قالت، طبعا هي كاتبه واديبه وشاعره، استغل هو ان هي كتبت كلام يعني، طبعا الادب بيبقى فيه بيدخل فيه عوامل كتير، الخيال، السخريه، انت بيبقى ممكن نص ساخر مثلا بيتفهم بطريقه معينه، يكون هدف منه حاجه معينه، غير المشاهد العادي البليد الامي اللي زي المحامي دوت يفهمه يعني، ممكن ما يفهمش الكلام بتاعها. فهي كانت بتتكلم على مشهد الذبح في اعياد الاضحى في مصر، بتبقى الشوارع مليانه دم، وبيذبحوا بطريقه بصراحه مش كويسه، ويذبحوا قدام الاطفال، وبيذبحوا الحيوانات قصاد بعضها، مخالفات كتير جدا حتى للشريعه الاسلاميه نفسها، او الفقهاء يعني لما بيقولوا ما ينفعش الذبح البهيمه قدام اختها او كلام من هذا القبيل حتى. احنا عندنا لا، هنا في نوع من انواع الاستهتار بكل حاجه في العيد ده، وتلاقي الشوارع كلها دمويه كده، ومشهد غير حضاري، ومشهد يعني فيلم رعب يعني. فهي بتعلق على المشهد ده، فقال لا دي الزراء شعيره من شعائر الاسلام، فرصه يعني عشان خاطر يتشهر يعني. يا سلام. انا سالت فاطمه نعوت عن ان الاجراء اللي ممكن ناخده احنا بقى مع المحامين اللي بالشكل ده، فقالت ان هي طبعا مش هتسكت للمحامي ده، وان هي لو اخذت براءه في القضيه ديت في الاستئناف، هي هترفع دعوه على المحامي دوت ان هو يعني بيستغل يعني طيب احمد، هل بيزعج الدوله، او بيستغل يعني مناخ اللي هو الرافق، اللي هو يعني ممكن العاطفه الدينيه عند الناس، في ان هو يتشهر يعني. طيب هالشخص هذا ينتمي لأي اتجاه سياسي ديني مثلا، اخوان مسلمين، سلفيين؟ لا لا لا، ما بينتميش لحاجة يعني، هو شخص مختل. بالضبط. يعني صراحة يعني واحد بتوقع كل شيء، إلا أنه إذا على يعني أنه إذا إنسان دافع عن الحيوانات هي تقوم عليه قضية، يعني شغلة غريبة بصراحة. حتى ما بعرف يعني ما صار. هو القانون الخايب، الناس الخايبة لازم هتروح ترفع يعني دعاوى من النوع دوت، دعاوى خايبة بتستغل قانون خايب، لأن القانون يعني قانون مضحك وأهبل يعني. يقول لك الإزراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها. يعني إيه الأديان السماوية يعني؟ الفرق بين الأديان السماوية والأديان مش سماوية، وعرفت منين إن هي سماوية يعني؟ مش فاهم. وبعدين الطوائف المنتمية إليها، طب ما المسيحيين بطوائفهم كلهم منتمية للأديان السماوية، شهود يهوى مثلا منتمي للأديان السماوية، الشيعة منتمين للأديان طائفة من طوائف الأديان السماوية، الشيعة بتشتم أبو بكر الصديق وعائشة، وبتشتم الصحابة كلهم، ويعني الأديان كلها بتنقد بعضها، والإسلام بينتقد المسيحية، حتى في القرآن نفسه بيشتم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. دي أديان سماوية بتزدري في دين أم الأديان برضو السماوية يعني. يعني مش معنى يعني مش معنى. بالضبط بالضبط. تفضل اسماعيل. في حاجة برضه مضحكة استكمالا لكلام أحمد. أنا يعني أنا لحد فترة قريبة جدا يعني
27 سنة من حياتي كنت مصدق يعني أو كنت فاهم إن المسيحيين بيعتبروا الإسلام دين سماوي، يعني يعني كلمة الأديان السماوية دي، كلمة الأديان السماوية دي مش موجودة يمكن إلا عند إلا عند المسلمين، هم بس اللي بيقولوا أديان سماوية، بينما المسيحيين هم أصلا مش بيعترفوا بالإسلام ولا بيعترفوا بأن محمد رسول رسول يعني من عند إله وعنده رسالة ولديه دين. فده الشيء الغريب يعني، يعني هو الموضوع الموضوع مضحك وموضوع والناس تكذب على بعضها. اليهودية مثلا لا تعترف بالمسيحية على الإطلاق، يعني مش بتعترف بالمسيحية كدين ولا بتعترف بالإسلام كدين. المسيحية لا تعترف بالإسلام ولا تعترف بمحمد. فهل يعني هل ده في عرف؟ أنا لو طلعت أنا كشخص بقى لا أعترف بالأديان الثلاثة يعني وشايفهم إنهم مجرد صناعة بشرية، لو أنا قلت إن أنا مش بعترف بالإسلام أو إن محمد ده مش رسول، هيتم اتهامي بإن أنا بأزدري الدين، في حين إن رأيي ده هو رأي أي شخص مسيحي. يعني الاتنين مليار مسيحي الموجود على سطح كوكب الأرض، الاتنين مليار دول بيتبنوا نفس وجهة النظر اللي أنا بتبناها، بس هي كل القصة إن هما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ما بيقدروش يقولوا كده، ما حدش يعني أنا ما عرفتش الكلام ده إلا لما اجتهدت بنفسي ودورت وقريت، وكانت صدمة يعني. الموضوع يمكن بالنسبة لناس كتير عادي، بس أنا بالنسبة لي كانت صدمة كبيرة، لأن أنا عشت حياتي كلها كنت فاهم إن المسيحيين بيعترفوا بالإسلام، أو يعني عارفين إن في يعني بيعترفوا بإن الإسلام ده دين زيه زي الديانة المسيحية، وإن محمد رسول من عند الله، وإن هو جاب الكتاب أو اللي ربنا بعت له القرآن. فلما دورت بنفسي كانت صدمة كبيرة لما اكتشفت إن المسيحيين مش بيعترفوا أصلاً بالإسلام. فليه لما أنا أقول أنا كملحد أو أنا كشخص لا ديني أقول إني أنا مش بعترف بالإسلام، وإن الإسلام بالنسبة لي مجرعة بشرية أو أيديولوجية بشرية اللي البشر هم اللي حطوها، وإن محمد ده مش رسول ولا حاجة، ليه بيتم اتهامي بإن أنا بزدق، في حين إن ده رأي بقية الأديان كلها؟ فدي الحاجة يعني اللي بتبين، معرفش بتبين إيه، بس هي بتبين العوار اللي موجود في العقل الديني أو الفكر الديني أو العقل اللي بيعتمد على الدين نفسه في إن هو بيفسر وبيشرح وبيوضح وبينظم الحياة. فإذا كان إذا كانت الأيديولوجيات اللي بتنظم حياتنا دي وبتجاوب على كل الأسئلة، إذا كانت هي في حالة من اللبس والالتباس والنفاق فيما بينها، إزاي هيكون في صلاحية إن هي تنظم حياة كاملة أو تجاوب على أي سؤال وجودي أو سؤال حتى يتعلق بحياتنا الواقعية والمادية؟ فشيء غريب جدا يعني، زي ما قال أحمد هم بيزدروا بعضهم البعض، حالة غريبة من النفاق وحالة غريبة من حاجة غير مفهومة يعني. أنا مش قادر أفهم اللي بيتعاملوا مع يعني بيتعاملوا إزاي هم رغم كل الالتباس ده ورغم كل التناقضات اللي موجودة ما بينهم هم كأديان يعني. يعني إشمعنى أنا لما أجي أقول إن محمد ده مش رسول أنا هتحاكم؟ طب ما أنت عندك 10 مليون مسيحي مصري مؤمن إن محمد مش رسول، يعني مش فاهم يعني ليه؟ طب أنا ليه أحاكم؟ عشان أنا كلمت مثلا يعني، أو عشان أنا قلت؟ طب ما أنا من حقي أقول كده، ما أنا عشت 27 سنة من حياتي كنت متخيل عكس كده، لأن ما كانش حد عنده الشجاعة ولا الجرأة إن هو يقول كده. يعني ما دي مصيبة يعني، أنا عشت 27 سنة عندي معلومة خاطئة، معلومة للأسف أخي غلط. للأسف ليه أخي. ليه عندي المعلومة الغلط دي؟ للأسف يعني المشكلة النفاق، النفاق ماشي بالعروق يعني. يعني هلا هن بيتنافسوا بين بعضهم وبيسبوا بعضهم علنا وخفاء وكل شيء، بس لاحظ لما بده يقابلوا واحد ملحد او واحد مثلي او يعني بيجيبوا شيخ وقسيس مع بعض، وبصير الشيخ مثل ما بقولوا يلزق للقسيس والقسيس يلزق للشيخ، وبتلاقيهم حبايب. منين اجت المحبة عليكم يعني؟ ما انتوا ليل نهار عم تسبوا بعضكم يعني بكل صراحة علنا وخفي او بالخفاء.
وعلى فكرة النقطة دي يا جان هي اللي بتزعلني، هي اللي بتزعلني من المسيحيين المصريين او المسيحيين الموجودين في المجتمعات العربية والإسلامية، لان انا يمكن من الاسباب اللي خلتني اطلع اسجل واواجه واتعبر عن رأيي كان هدف، يعني كان من ضمن الاسباب او من ضمن الاهداف كان ان انا ادافع عن حق وحرية الطفل المسيحي، لان انا كنت بزعل جدا لما بشعر ان الاطفال المسيحيين مش واخدين حقهم يعني كمصريين او كمواطنين. ففوجئت بهجوم او فوجئت باتفاق مسبق ما بين رجال الدين المسيحي ورجال الدين الاسلامي علي انا او ضدي انا، في حين ان انا اصلا السبب اللي خلاني يعني خلينا نقول اجازف في مجتمع زي مجتمعنا كان دفاع عن حق المسيحيين. يعني انت عندك 10 مليون مسيحي مصري، ما فيش منهم شخص واحد يجرؤ ان هو يعبر بحرية كاملة عن معتقده الشخصي او معتقده الديني، ما فيش في 10 مليون دول ما فيش واحد فيهم يجرؤ او لديه الجرأة ان هو يعبر. في حين ان انا لما اطلع اقول ان انا ان محمد هذا ليس رسول وأن دين الإسلام هو ليس دين أو هو مجرد صناعة بشرية، أهاجم من قبل رجل دين مسيحي وأن هو يقف ضدي أو يكون واقف ضدي ضد ويتفق مع شيخ الدين الإسلام علي أنا، أو أطلع أنا في النهاية المريض والمجنون والمختل. فشيء يعني شيء غريب جدا مسألة النفاق دي، يعني أو اللبس أو الكذب أو التدليس، يعني سئمنا من هذا الأسلوب، سئمنا من هذه الطريقة. وللأسف في حزمة كبيرة جدا من القوانين اللي لازم إحنا ما يبقاش الموضوع مقتصر على أنا أشكب أو أنا أرفض أو لا، لازم نعرف إزاي ممكن نصلح القوانين دي، إيه الطريقة، إيه الميكانيزم، إيه الوسيلة، ما يبقاش الموضوع مجرد تصريحات وتسجيلات، لا، حاول ان احنا ناخد خطوات على ارض الواقع. وانا بدعو كل الاصدقاء اللي بتسمعنا، لو في اي حد قانوني، اي حد محامي، اي حد قانوني عارف ازاي ممكن نقدم شكوى او رفض لمجلس الشعب المصري بخصوص القانون ده، اللي هو قانون يعني مبني على ارض من النفاق وارض من الكذب بيتم من خلالها الزج بالسك لأي حد بيقول كلمة صريحة أو بيعبر عن موقف صريح بمنتهى الصراحة بيتم سجنه عشان هو يعني اتكلم بصراحة وعبر بصراحة وقال اللي في قلبه وكتب أو عبر عن اللي في قلبه بمنتهى الصراحة بيتم سجنه، لأن هم معتمدين قانون يحمي حالة الكذب وحالة التدليس وحالة النفاق المستشرية في جسد المجتمع المصري ومجتمعاتنا برضو العربية المجاورة والبلدان الإسلامية المجاورة لمصر. للأسف أنا بشجع أصدقائنا أنه يبعثونا الأسئلة على التعليقات تحت الفيديو، وكمان بعد شوي رح نفتح السكايب كمان، يا ريت تشاركونا كمان بالمداخلات والأسئلة. طيب أنا بدي أروح لأخي أحمد، وفي عندي سؤال، يعني سمعنا الرئيس السيسي عم بيقول بالتجديد الخطاب الديني، برأيك ما هو المقصود بتطوير الخطاب الديني وما هو شكل الخطاب الديني الذي يريده الأزهر مثلا؟ إن لم يكن عن طريق نبذ الهمجية والعنف من التراث الإسلامي، يعني شو الأزهر كيف بده يساوي التجديد الخطاب الديني برأيك أحمد؟ والأزهر المفروض ان احنا هنشيل عشان خاطر الأزهر والعيون القانون بتاع الزراء الأديان ده ونحط قانون تاني للأزهر يعاقب بالشنق كحد أدنى، يعني بالشنق كحد أدنى كل من يروج للأكاذيب والدجل ويخدع الناس ويوهمهم ان فيه قوة وراء الغيب أو كده. فاحنا نشيل القانون ده ونحط القانون ده للأزهر، ماليش علاقة بالأزهر، مش عايز أعرف هو عايز إيه. أنا عارف كويس أوي ان الأزهر ده ما هو إلا مجموعة من الدجالين الكذابين المستثمرين في الدين ومستثمرين في شقاء الناس وبؤسهم، ودول مجموعة من الدجالين هم المفروض اللي تترفع عليهم القضايا فعلا ويتحاكموا طبقا للقانون المفروض نحطه لمكافحة الدجل والدجالين والكذابين مروجي الأكاذيب المتكسبين من وراء خداع الناس وإيهامهم بحياة أخرى بعد هذه الحياة، وإيهامهم بالجنة والعسل واللبن والحور العين. وده ده المفروض القانون المحترم.
انما قانون الاديان، ازدراء الاديان السماويه وقانون ازدراء الاديان السماويه بتزدري نفسها قبل ما حد يزدريها، والاديان كل الاديان ما هي الا عبث من عبث البشريه في مرحله طفولتها، انا لنا ان احنا نفيق منه. يعني انا ازدري الاديان وبكل فخر ازدري كل الاديان سماويه وغير سماويه. برايك احمد، يعني انا 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 يعني افكر مرات انه يكون مجموعه محاميين او قانونيين يرفعوا دعوه، حتى طرحنا الفكره اظن قبل المره على الفيسبوك انه نرفع دعوه حتى تكون الازهر يكون منظمه ارهابيه او هيئه ارهابيه، فما رايك بالموضوع يعني؟ مستمر، مازال الناس بتوقع على العريضه دي، العريضه اللي بتطالب بحظر الازهر واعتبره مؤسسه ارهابيه، مازال الناس بتوقع عليها، واحنا غدا بنشير الموقع بتاعها وبنحاول ننشره وندعو اصدقائنا للتوقيع عليها. يعني حتى لو ما جابش الكلام ده نتيجه دلوقتي، ادينا احنا بدانا مشوارنا مع الازهر. يعني اللي بالمناسبة النهاردة المحكمة السعودية خفضت الحكم على أشرف فياض من الإعدام للحكم بالحبس 8 سنوات. طبعا ده حكم بشع وبربري وإجرامي طبعا، ويعني القضاء المتخبط الأحمق الهمجي الغبي البربري العربي الصحراوي، الحكم عنده بيتفاوت ما بين الإعدام وبين السجن 8 سنين وما بين البراءة، حاجه في منتهى التخلف. يعني ايه الانسان اللي انا هختلف انا وقاضي تاني فيه في حياته ده، يعني في شان رقبته او براءته او سجنه 8 سنوات؟ يعني انت فين المعايير بتاعك بتحكمه بناء على ايه؟ مش فاهم. يعني انا مش فاهم، الراجل شاعر وكلامه فهم منه ان هو ملحد، دي جريمته فتحكم عليه بالاعدام، وبعد كده لما جاي خفض الحكم ب 8 سنين، دي مهزله. يعني انا اتمنى ان هو ورائف بدوي يطلعوا من السجن، ولو ما طلعوش من السجن احنا هنفضل برضو لغايه اخر لحظه في حياتنا نطالب بافراج عن الناس الابرياء المظلومين دول، اللي ذنبهم الوحيد ان هم ولدوا وابدعوا في بيئه الصحراء الحمقاء. للاسف. طيب اسماعيل، يعني هل يمكننا اعتبار الأزهر محكمة تفتيش إسلامية كمحاكم التفتيش المسيحية التي ظهرت في إسبانيا؟ يعني تقريبا نقدر نقول الأزهر تحول إلى محكمة تفتيش، أو كان على طول الزمان محكمة تفتيش؟ أنا يعجبني جدا الذكاء السياسي اللي بقى اللي التيارات الاسلاميه كلها دلوقتي بقت بتلعب سياسه، بعد ما كانوا بيكفروا السياسه وبيكفروا الديمقراطيه وبيكفروا كل وسائل الحداثه الحديثه اللي استجدت في الدول، فالنهارده كل المنظمات وكل المؤسسات الاسلاميه وكل التيارات الاسلاميه النهارده بتلعب سياسه. شفنا حزب النور اخذ 8 مقاعد في مجلس الشعب المصري، طبعا لعبة معلم، في حين ان مفيش يعني الحزب العلماني المصري لحد النهارده مش عارف يجمع الاستمارات عشان يعمل عضويه يبقى في حزب سياسي. فاللي انا بشوفه ان هم مجبرين ان هم يلعبوا بادوات الزمان او بيلعبوا بالادوات الحديثه، بيلعبوا بالقانون. يعني الازهر لو شفت تعليقات الازهر على الاحداث اللي حصلت دي، سواء سجن اسلام بحيري او الحكم على اسلام بحيري او الحكم على فاطمه، وشفت تعليقات مشايخ الازهر او المتحدثين باسم الازهر، هتلاقيهم كلهم بيقول لك الازهر ملوش علاقه، الازهر ملوش دعوه، الازهر مش هو اللي حكم عليهم. فالازهر بيلعب سياسه النهارده، ويجب ان يعني نتحدث معه او نتحدث عن الامر ده بلغه الزمان اللي احنا فيه او بلغه العصر اللي احنا فيه. هم استطاعوا ان هم يحطوا الماده زي الماده الثانيه في الدستور المصري، عندهم قائمه كبيره من التشريعات والقوانين بيلعبوا بيها او التيارات الاسلاميه بتلعب بيها.
وبتستغل هذه القضية لها للحج المفكرين والمثقفين واي حد بيختلفوا معاه. الازهر دون شك احنا لو رجعنا بتاريخ، احنا لو رجعنا للتاريخ، والتاريخ مش بعيد جدا، يعني لو رجعنا ل 30 سنه ورا ولا 40 سنه ورا هنشوف تصريحات وهنشوف يعني مشايخ طلعوا تصريحات وطلعوا افادات ومشايخ شهدت في محاكم ضد مفكرين كتير وضد مثقفين كتير، اشهرهم مثلا على الاطلاق قضيه مفكرنا الكبير نصر حامد ابو زيد لما فصلوا بين مراته بحكم ان هو مرتد او بحكم ان هو كافر. فالازهر بيقر بهذا، يعني الازهر بيقر بان من يثبت ارتداده عن الاسلام ممكن تفريقه عن زوجته او عن زوجه، لانه في الحاله دي مرتد، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه وفقا للشريعه الاسلاميه، وعقد الزواج باطل. فالازهر بيقر ده نتيجه ان هو بيتبنى مجموعه من التشريع. صوتك راح اظن اسمعي، بس الصوت. طيب احمد خلينا مع احمد. شو رأيك أنت؟ هل تحول الأزهر لمحاكم تفتيش مثل اللي صارت في إسبانيا يعني؟ لا، الأزهر بيلعب في الوقت الضايع، ما ينفعش يبقى محكمة تفتيش الأزهر. فالأزهر بيلعب نفس الدور اللي بتلعبه، اللي كانت بتلعبه الكنيسة في العصور الوسطى، ولكن بشكل بقى النهاردة عن طريق من خلال القوانين والتشريعات بيقدر ان هو يمارس نفس الدور اللي كانت بتمارسه الكبيرة في العصور الوسطى. وعلينا نحن ان نعي هذا جيدا ونشوف الادوات اللي بيلعبوا بيها ايه. نشوف واحد زي اسلام بحيري مثلا تم حبسه ازاي، ايه الاجراءات اللي وصلت الموضوع للحبس. يجب علينا ان نبحث هذا جيدا ونفهم هذه الاجراءات القانونيه عشان ما نبقاش بنتكلم بس، يعني نبقى فاهمين ايه المشكله وازاي نغير المشكله دي او ازاي نغير الواقع ده. فمحدش فيهم بيتكلم بصراحه عن اللي في قلبه. يعني احنا لو اتكلمنا، لو استضفنا دلوقتي شيخ من الازهر او متحدث باسم الازهر هيقول لك الازهر يا ابني ملوش علاقه باللي حصل، الازهر مش هو اللي حكم على اسلام بحيري، ده القاضي، مش الازهر هو اللي حكم على فاطمه نعود، ده القاضي. فهم بيلعبوا دلوقتي بالقانون، واحنا لازم نفهم النقطه دي كويس جدا، ولازم نلعبهم بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها، واللي هم اصبحوا متمرسين فيها كمان. يعني بس عايز اضيف على حاجه بسيطه لو سمحت. يعني هو الازهر ما هوش سلطه تنفيذيه ولا سلطه قضائيه ولا بايده حاجه ولا بايده ان هو يبقى محكمه تفتيش ولا حاجه، بس الازهر مؤسسه تعليميه إجرامية بتبص عقائد فاسدة وإجرامية ومحرضة على العنف والقتل والكراهية. بس أحمد، هي بتعتبر تشريعية النهاردة، يعني هي تعتبر تشريعية. أنت عندك دلوقتي مادة في الدستور بتقول لك الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، جميل كده؟ فإحنا لو عايزين النهاردة ناخد رأي أو احنا دلوقتي بنشرع قانون والقانون ده معتمد على الشريعه، فاحنا هنلجا لمين عشان نطبق القانون ده او 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 او, أو نتاكد من القانون ده؟ هيروحوا للازهر، لان الازهر هو المتحدث الرسمي باسم الاسلام في مصر. فانت النهارده بتتعامل مع الازهر مش كمؤسسه تعليميه فقط، لا. نعم صح. هو ايضا مؤسسه بتتدخل في التشريع. لا بتتدخل في تشريع الاحوال الشخصيه وما الى ذلك. لكن انا قصدت ان هي وما هياش محكمه او ما هياش سلطه قضائيه وما هياش سلطه تنفيذيه برضو، هي بس خطوره الازهر في اللي هو بيعلم الناس سواء كانوا طلبه عنده او حتى عموم الشعب، بيعلمهم التطرف والارهاب والاجرام ويعلمهم ويكرس الخرافه. واحنا كناس ملحده طبعا فاهمين قوي 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 ان دي الاديان دي لعبه قذره اساسا وقديمه ومستهلكه، واحنا بنقول آن الأوان إن احنا ندفنها تماما. فالأزهر وكل المؤسسات الدينية وكل الجماعات الإسلامية والدعوة السلفية الإخوان كل الناس اللي هي بتتاجر في الخرافة والكذب والدجل احنا موقفنا منها واحد. الأزهر
يعني بيتبرأ طبعا من ان هو يكون سبب في حبس حد او كلام من ده، وده في حد ذاته ايجابي بالنسبه لي انا. انا عايز الازهر يفضل يدافع كده عن نفسه ويفضل يقول انا ماليش ذنب، انا ماليش كذا، انا مش انت مالكش ذنب في حبس اسلام مثلا او فاطمه نعوت او كده، بس انت اصلا وجودك غير مرغوب فيه كمان بالمره يعني. يعني صراحة هو الأزهر صحيح ما عنده سلطات تنفيذية على المحاكم ولا على شيء، بس كل محامي أظن يوم الجمعة يجلس بالجامع أمام خطيب متخرج من الأزهر ليعبي في بمخه الأفكار السامة الموجودة عند الأزهر أصلا، يعني الأفكار الهمجية هاي. والمشكلة ما بس إنه بمصر، بمصر ممكن مثلا جدال قانوني ممكن يصير، ممكن يعني، بس دولة مثل السعودية أصلاً لا، ما فيها قانون، ما فيها شيء اسمه قانون يعني. ولا أفغانستان، ولا يعني شفنا عجائب عجائب، امرأة اتهمت إنه حرقت القرآن قتلوها بنص الشارع. ف يعني المشكلة ما وقفت مثلاً فقط عند بمصر أو بغرب، يعني الدول الإسلامية عموماً. فللأسف الشديد بشكل عجيب يعني مسألة إنه تصدري الفكر الإسلامي، الفكر هالفكر هذا. طيب عندي في سؤال هون، الكثير من الملحدين وخصوصا من يتواجدون في دول التخلف الإسلامي ومحاكم التفتيش الإسلامي الإسلامية أصبحوا متخوفين من أن يواجهوا حكم كالحكم الذي واجهته فاطمة نعوت، فهل هذا الشيء وارد أم أنه يحتاج لشروط معينة؟ إسماعيل؟ لا طبعا، هو شيء وارد جدا. اي حد بيتكلم، اي حد يعني بينتقد الدين، او اي حد بيقول ان هو ترك الدين ده لان هذا الدين ليس دين وانما هو صناعه بشريه، هو معرض بشكل او باخر ان هو يسجن. اي حد هيحب ان هو يسجنه هيرفع عليه قضيه يقول لك ده مش مصدق، ده بيقول ان محمد كذاب او بيقول ان عيسى مش اله. فبكل بساطه وبمنتهى السهوله هيستخدم هذا القانون للزج باللادينيين او الملحدين. بس اعتقد ان الموضوع يعني في الحاله الراهنه وفي الظرف الراهن اللي احنا فيه، اعتقد ان حاجه زي كده هتكون في صالح اللادينيين والملحدين، لان هي بتسلط الضوء بشكل واضح جدا على العوار الموجود في قانون زي ده. بس طبعا لا اتمنى ان ده يحدث لاي شخص او لاي صديق من الاصدقاء، بس بسهوله جدا، ايوه بسهوله طبعا اي حد ممكن يعرض لهذا. انا واحد بقول ان محمد ده ليس رسول، مش رسول، انا لا اؤمن به، انا معرض وفقا لهذا التصريح او لهذا التعبير او لهذا الراي ان انا اتهم بازدراء الاديان لان انا مش مصدق ان محمد رسول. فنعم بسهوله جدا اي حد ممكن يتعرض بسبب قانون متخلف زي القانون اللي بيسمى قانون ازدراء الاديان. احمد السؤال نفسه، انا شايف ان كل ما احنا زاد عدد الناس اللي بتزدري الاديان كل ما وضعنا هؤلاء الناس في حرج وكلما ضيقنا عليهم. اتمنى ان كل الناس تشارك في ازدراء هذه الاديان واسقاط هذا القانون. واتمنى طبعا ان كمان كل الملحدين يجاهروا بالحادهم وعلى قد ما يقدروا عشان خاطر برضو نسقط هذه الهيبة الزائفة لهذه الأديان الفاسدة. طبعا بترفع وبتقدم بلاغات كتير للنائب العام ضد ناس كتير لازدرائهم الأديان، بس مش كل البلاغات دي بيتم التحقيق فيها، وحتى مش كل البلاغات دي البلاغات حتى اللي بيحقق فيها مش كلها بتروح للمحكمة، كتير منها بيتحفظ. وحصل هذا معي شخصيا، ويعني اتقدمت فيها بلاغات كتير والبلاغات دي حفظت يعني. يعني الجرأة، جرأة المفكرين وجرأة الملحدين هي اللي هتسقط قوانين الازدراء الأديان. بصراحة أحمد أنا عجبتني كلمة للدكتور سامي الديب، قال لو كل المثقفين يشربوا لهم سطل من يعني
اسماعيل طبعا بيعرف الموضوع اكثر مني. فيعني المشكله مشكله المثقفين الموجودين، انه يعني ما بعرف، يعني انا شايف انه يعني يخافون انه يتكلموا، ما بدهم يتكلموا بكل صراحه. يعني المثقفين الموجودين كلهم ملحدين، انا متاكد من هالشيء، يعني طريقه كلامهم بس خايفين. يعني شو رايك انت برايك، يعني هم خايفين ولا يعني خايفين من مساله الازدراء والازهر وغير الازهر والناس هي؟ هم خايفين، لكن المفروض اللي يخاف هم المتدينين اللي يخافوا. ان احنا دلوقتي في احنا في احنا في احنا خط تيار صاعد جدا وبسرعه الصاروخ، عمالين ينظموا يوميا مؤتمرات ضد الالحاد ومؤتمرات لقوم الالحاد. انا السنه دي رحت معرض القاهره الدولي للكتاب، كتب كتير جدا ومؤلفات كثيره جدا ضد الالحاد، وبتناقش موضوع الالحاد من كل الزوايا، وبيحاولوا عبثا يعني ان هم يسيطروا على المد ده، لكن مش هيقدروا طبعا. يعني في مثلا مؤتمر بكره هيبقى في الصعيد في المنيا تحديدا، عاملينه شباب الجامعه علشان خاطر ضد الالحاد، عاملينه يعني تحت عنوان مقاومه الالحاد والفكر المتطرف. ربنا ربنا يوفقهم. وكتير كتير قوي الكلام ده بيكرر كتير قوي، بيحصل كتير. في الحقيقه هم اللي المفروض يخافوا مننا، وهم اللي المفروض يعقدوا الندوات والمؤتمرات ويحاولوا يعملوا اي حاجه عشان يحدوا الظاهره دي. سكه الارهاب بقت مقفوله، كل يوم طريق الارهاب بيتقفل اكتر عليهم. فكل ما الارهاب يتم السيطره عليه، وكل ما مبدا العنف يتم تحجيمه، كل ما احنا ننتشر اسرع. لان الدين ده اصلا الاسلام تحديدا استمد سرعه انتشاره واستمد سطوته من القوه ومن الارهاب ومن البطش ومن التخويف وكده. فكل ما احنا سيطرنا على الموضوع دوت وحدنا من الارهاب والعنف، كل ما تلاشى هذا تاثير هذا الدين وتلاشى انتشاره. يعني لا، احنا مش المفروض ان احنا نخاف، ده وقت الخوف خلاص انتهى. يعني هم المفروض يخافوا بقى من دلوقتي. وهم هن بصراحة خايفين، يعني لذلك بتلاقي مؤتمرات ضد الإلحاد وكل نهار تصريح على الملحدين. إسماعيل، شو رأيك أنت بالمثقفين، يعني المثقفين الموجودين، يعني برأيك ليش ما عم بيحكوا؟ ليش ما عم بيطالعوا صوتهم علنا وبصراحة أنه نحن ضد هالدين هذا؟ تفضل. الدكتور سامي ديب ليه عبارة، جملة أنا قريتها يمكن قبل حتى ما أتكلم معاه وأسجل معاه، عجبتني جدا. يعني مش فاهمها بالظبط، بس هي بما معناه أن المثقف العربي أو المثقف في العالم الإسلامي، طبعا مع احترامي الكامل أنا لكل المثقفين ولكل الأصدقاء، ولكن الدكتور سامي كان يقول أن المثقف العربي أو المثقف في العالم الإسلامي مخصي جايه من الخصاء. فانا بشوف ان الكلمه دي تنطبق بشكل كبير جدا فعليا على كل على العقل العربي والعقل الاسلامي. احنا عندنا حاله من الخصاء الفكري، يعني احنا غير منتجين، في لا نستطيع حتى الانتاج فكريا، او الشريحه المحسوبه على الثقافه والفكر والابداع عندها حالة مزمنة من الخوف. الحالة دي أنا طبعا ليها مبررات كتير، زي ما قال قافل من الإرهاب والتخويف، ويعني اللي كان بيتكلم أو بيكتب يا إما بيتم قتله، يا إما بيتذبح، يا إما بيتعرض لهجمة، يا إما يعني عندنا طه حسين الازهر كفره لما فكر لما اصدر كتاب، واحد زي نجيب محفوظ عشان كتاب واولاد حارتنا اهدروا دمه، واحد ضربه بسكينه، واحد زي فرج فوده قتلوه قدام المكتب بتاعه او قدام بيته. طيب انت عايز بعد كل العمليات الاجراميه والارهابيه دي، هل هناك مثقف يجرؤ او مفكر يجرؤ على الاظهار بافكاره بشكل صريح يتعرض لمثل هذه الانواع من الارهاب؟ للاسف يعني من التاريخ من هذا التاريخ الاجرامي الارهابي للتيارات الاسلاميه
وللفكر او الثقافه الاسلاميه في حد ذاتها تم اخصاء العقل العربي العقل الاسلامي. ما حدش بيقدر النهارده يواجه بالشكل المطلوب، يواجه هذا عفن. وكل اللي بيواجه للاسف لما بيواجه لوحده بيكون سهل جدا اصطياده، زي ما حصل مثلا مع اسلام بحيري. انا كنت اتمنى اشوف 10 كمان زي اسلام بحيري بيكلموا، او 10 زي الاستاذه فاطمه نعوت والشاعره فاطمه نعوت بيتكلموا، ولكن عشان لوحدهم وعشان وجود القانون ده بيبقى سهل جدا اصطيادهم. وبكرر كلام اخويا احمد وبقول ان احنا لازم لابد وحتما ان احنا نظهر ونجاهر ونتكلم. اهلا وسهلا باي حد حابب يسجل موقف دي، سواء في برنامج جهر بالالحاد او في برنامج بط اسود، او حتى ان هو ياخد المحاضره وعنده اليوتيوب يقدر يسجل ويتكلم ويعرف الناس بموقفه. ده هيساعد بشكل كبير جدا في ان احنا نصنع تيار يقاوم هذه العفانه وهذا التراث العفن والافكار الارهابيه المنيله في 60 نيله اللي ما استفدناش منها الا كل خراب ودمار لمجتمعاتنا. للاسف الشديد، للاسف. ونحن بصراحه انا اضم صوتي لصوتك ونشجع الناس كلها انه يا جماعه سووا فيديوهات واحكوا، يعني خلوا الصوت يصل. ما يعني كل نهار كل واحد حكى كلمه يروح يسجنوا هذا، يعني اذا حكوا 10 ما اظن يسجنوهم كلهم، حكوا 100 ما راح يقدروا يسجنوا كل الناس. فيا ريت كل الناس تحكي وما راح نقدر نسوي شيء الا نحكي. يعني أنا أصدقائي الأعزاء المشاهدين، أنا بشجعكم أنه تكتبوا الأسئلة بالتعليقات وتعلقوا مداخلاتكم. أنا فتحت السكايب، يا ريت إذا تسووا مداخلات كمان. السكايب موجود تحت الفيديو بالدسكريبشن، jan.burro2. يا ريت تتصلوا وتسووا مداخلات وأسئلة. أنا راح أقرأ بعض التعليقات اللي إجت. في الأخ محمد الديري، محمد الديري بيقول ازدراء العقل الإنسان هذا عمل الأزهر. في الأخ سال منهاتن قلنا جتنا مكالمة من الأخ أحمد. الأخ أحمد هو مشارك رائع، تفضل أخي أحمد. مساء الخير يا جان، ازيك؟ مساء الخير. ازيك يا احمد وازيك يا اسماعيل؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سؤال عايز اخد رايكم فيه، تفتكروا ان رفض شاعرتنا العظيمه فاطمه نعود للعفو الرئاسي، ولو رفضت كمان الاستئناف وخدت 3 سنين سجن، ده ممكن يضغط على مجلس النواب بتاعنا فهو ان هو يلغوا قانون ازدراء الاديان؟ تفتكر ان ده ضغط عليهم ان هم ممكن يلغوا القانون ده بسبب موقفها ده؟ وشكرا. شكرا لك اخي احمد. احمد تفضل جاوب السؤال. سؤال ممتاز، وربما يكون مبكرا يعني امر الغاء القانون ده، لكن دي خطوه، ممكن تكون خطوه فعلا في الطريق، ممكن تكون خطوه في الطريق. ولابد من ضحايا ولابد من تضحيات. اوروبا لم تصبح اوروبا هكذا بدون تضحيات رهيبه ومريره، وبدون اناس فقدوا حياتهم واحيانا ماتوا بابشع الطرق في سبيل نهضه شعوبهم. يعني فاحنا لابد من تضحيات، التضحيات بيقدمها دائما الكبار. فاطمه نعوت احد هؤلاء الكبار. اسماعيل نفس السؤال. مجرد يمكن قلت حاجه شبيهه بكده من شويه، يعني موضوع مجرد ان حصلت تم استخدام القانون ده لرفع تهمه زي كده او رفع قضيه زي كده، ده في حد ذاته بيساعد جدا على تسليط الضوء على العوار القانوني المتمثل في قانون ازدراء الاديان. اعتقد موقف انا طبعا انا بحيي تصريحات الأستاذة فاطمة نعوت الشعارة الكبيرة على تصريحاتها، بتعجبني جدا تصريحاتها وأقوالها وتعليقاتها على الأحداث. يعني هي فكرة احترامها للقضاء
اتكلمت عنه بتحترم هي حكم القضاء جدا، فدي يعني عجبني جدا التصريح ده. فاعتقد ان مجرد رفع القضيه ده بيساعد بشكل كبير في تسليط الضوء على الموضوع. وانا سمعت من ان في عضوه في مجلس الشعب اثارت الموضوع ده واثارت واعلنت انها بترفض قانون ازدراء الاديان او بترفض هذا المسمى على الاطلاق، ونتمنى ان ده يتم مناقشه الموضوع ده على مستوى مجلس الشعب. بس برضو انا اتمنى ان احنا نشكل، يعني انا اتمنى كل الاصدقاء اللي بتسمعني في مصر مثلا يحاولوا ان هم يتوجهوا مثلا زي حزب زي الحزب العلماني المصري، يساعدوا في تاسيس الحزب ده، لان ده هيشكل قوه كبيره جدا هذا الحزب لو تاسس في ان هو يتناول هذه الموضوعات او يبقى بيمثل صوت لينا في البرلمان او على المستوى السياسي او المستوى القانوني مثلا. فبالتاكيد قضيه، مجرد القضيه ده بيشكل ضغط، نوع من انواع الضغط. طيب احمد واسماعيل، يعني انا هلا بخطر لي سؤال، يعني شو هي الوسائل اللي ممكن بالدستور نغير؟ في عندنا كمان اتصال بس الو. هاي جون، اهلا وسهلا. جزء هاي، انا اسمي يوسف. انا اهلا وسهلا يوسف، تفضل يوسف. انا كان عندي سؤال وتعليق. الله يخليك، تفضل تفضل يوسف، ما سامعينك. اوكي، انا بس يعني اهلي مساله ازدراء الاديان، يعني بس عندي سؤال. يعني ما هي كل الأديان تزدري، الأديان الجديدة تزدري الأديان القديمة، فإحنا مثلا اليهودية ما تعترف بالمسيحية والمسيحية ما تعترف بالإسلام وهكذا دواليك، ما أنت لما تقول بالإسلام مثلا لا المسيح صلب ولا هذا، أنت تحمي العقيدة المسيحية وهكذا المسيحيين ما يؤمنون بالمحمد، فالواحد يزدري الآخر. فما يعني أنا هذا القانون يعني مهزل حقيقي. بس أحب أحييكم أنتم الثلاثة، أنا دائما أكتب لأخي إسماعيل وأقول أنتم مثل ثورة العشرين بالقرن الماضي، وأنتم جددتم هذا وأحييكم وسيروا إلى الأمام. تسلم أخي يوسف، تسلم كتير. ويا بصراحة المداخلة أو السؤال طرق له أخي إسماعيل وطرق له أخي أحمد، يعني بالفعل مثل ما قلت إنه يزدرون بعضهم كله نفاق بنفاق. ما دي الحاجة، معلش يا بجان، دي الحاجة اللي فعلا تجنن. يعني شكرا يوسف على المداخلة، بشكرك جدا على المداخلة، ودي فعلا أنت لو قعدت كده مع نفسك قعدت تفكر في المسألة هتلاقي الموضوع مضحك. يعني هتلاقي الموضوع، يعني احنا بنتكلم ايه، كاننا بالظبط شويه مجانين قاعدين مع بعض وايه بيعملوا قانون مع بعض، هم نفسهم كلهم بيكذبوا بعض وبيغلطوا بعض وعايزين بقى يطبقوا وعايزين يعملوا قانون على ناس رافضه كل الجنان بتاعهم، رافضه كل الهبل بتاعهم. شيء مضحك جدا، يعني شيء مضحك فعلا للاسف. اخي يوسف، في عندك اي اسئله ثانيه؟ لا الله يخليك، شكرا جزيلا ومع السلامه. شكرا، شكرا لك، مع السلامه يا اخي، مع السلامه. بصراحة يعني مثل ما قال الأخ يوسف، شيء مضحك، شيء مضحك. أنا بس بدي أقرأ كمان في إذا في أسئلة تانية كمان أجت على، بس دقيقة واحدة أشوف سوي ريفريش للصفحة حتى تجي مشكلة الريفريش. بس إسماعيل كويس إنه حطوا الخدمة مرة تانية. أنا ملاحظ إن هم رجعوا التعليقات. في تعليقات، في تعليقات جايه من القاضي حلاوه، واحد اسمه القاضي حلاوه بيعلق دايما عندي كمان. مش عارف انا القاضي راجل مشكلته مشكله، يعني هو كاتب بيقول ايه الكوشه دي اللي على راسك يا احمد، انت يعني مالك، يعني انا مش فاهم انت القاضي حلاوه انت حقيقي بجد مالك، يعني مالكش دعوه بيه يا سمح، لو سمحت. ايوه، ما لا ما هو بيعلق عندي كتير يا حبيبي. ال ال بيقول اخصاء وليس خصاء يا سمعة، بطلوا جهل وتعلموا عرب. انا بصراحه ماشي في السؤال في التعليقات، كله تعليقات يعني تذكره. فيعني بتتدخل، يعني خلينا نتكلم على مستوى الافكار يا قاضي حلاوه.
اعتقد يعني انت بتتدخل في حاجات شخصيه مالكش ان انت تتكلم فيها ولا تقول رايي فيها خالص. خلينا على مستوى الافكار يعني. سيبه ما تعقبش على سيبه يكتب براحته، اهلا وسهلا بيه، هذا حلاوه متابعنا، وطالما هو متابعنا احنا مبسوطين. انا برحب بيه دايما على القناه عندي، دايما بيكتب على طول بيشارك. نحلق الشعر ده يعني مش حلو يعني، مش مظبوط يعني. مش عارف انا. لا 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 احمد لا تحلى يعني، في ناس تتمنى يكون عندها الشعر اللي عندك يعني، ف انا احسدك على الشعر اللي عندك، فلا لا تحلى، انت رائع هيك. ومساله انه بصراحه يعني مساله بيجي واحد بقول لك انت اصلع، ولا انت ما بعرف شعرك كيف، ولا انت شكلك كيف. ناس يعني يعني ده برود، دي قله ذوق وبرود يعني. انت مالك انت يحلق ولا ما يحلقش، دي حاجه شخصيه جدا يعني، تتدخل ليه فيها؟ ليه بالشكل ده؟ للاسف يعني للاسف ومثل ما بيقولوا يعني، في 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 شباب كثير ما بتلاقيهم غير الشتائم موجوده عندهم. وبصراحة أنا ما بدي أدخل بهيك مواضيع يعني، مثلا موضوع إنه شخصك هيك ولا تبرك تشتم، وما راح أشتمك يعني، خلي أشتمك. أنا دايما برحب بيه ودايما بسيبه يعلق عندي وأهلا وسهلا، بس أنا قلت حبيت إيه، حبيت أكهربه شوية بس مش أكتر. لا أنا ما عم بحكي عن القاضي حلاوة، وتحياتي ليه أشخاص تانيين بالنسبة للشتائم لأشخاص تانيين يعني. فخلينا نرى كمان شو الأخ سليمان هاتن يقول: نورت النت يا أحلى وأشجع وأجدع ناس، شكرا لكم يا أبطال. وشكرا لك أخي سليمان منهاتن. عم بيقول كمان: هذا القانون والقوانين المشابهة له هي إهانة أولا للشعب المصري ودارته العريق وتاريخه العريق، لازم يكون، يجب أن يلغي، ومن ثم يقضي الأزهر والإسلام من أي دور في الحياة السياسية والحياة العامة. وجود الإسلام والقرآن مشكلة مستمرة بحد ذاتها، وكارثة دمرت وستدمر كل الشعوب المنطقة، خصوصا البلدان العاملة بالشريعة الإسلامية المقيتة، وسوف يدمر الإسلام كل أرض يطاها ولو بعد حين. هذا بكل تأكيد يعني، بكل تأكيد. شو رأيك إسماعيل؟ هل سيدمر الإسلام كل أرض يطأها؟ ده في نقطة اتكلمت عليها، قلت دلوقتي إن ده وصمة عار في عند المصريين، وفعلا الموضوع كده بالظبط، إن إحنا يعني ده شيء نخجل منه، وجود قانون زي ده. أنا هذكر قصة جدا اللي فاتت لما حطيت صورة الأستاذة الشاعرة فاطمة نعوت. ففي دكتوره المانيه بتيجي تزورنا دايما سياحه في مصر، فبتسالني مين صاحبه الصوره دي، يعني ايه قصتها. فقلت لها دي شاعره حبسوها بتهمه ازدراء الاديان، ازدراء دين الاسلام. فبتقول لي ليه يعني، هي ملحده يعني، ما مش مصدقه بالاسلام. قلت لها لا، دي بتتكلم بس عن شعيره الذبح، احنا في عندنا عيد في الاسلام لما بيجي عيد بنذبح في الشارع، فهي معترضه على الشكل اللي بيتم الذبح فيه. وعشان كده ولما قالت كده في رفع عليها قضيه، فتم الحكم في القضيه بحبسها 3 سنين. فالدكتوره الالمانيه ما كانتش مصدقه يعني، كانت مذهوله تماما من القصه اللي انا بقولها لها، مش مصدقه ان ده فعلا بيحصل. ولقيتها بتعبر وبتقول يعني ما اتكلمتش كمان بس على مصر، اتكلم على الاسلام والمسلمين بشكل عام. وقالت لي جمله بتقول لي: انا مش قادره افهم ازاي كتير جدا من المسلمين بيفكروا. فدي مش اول مره او مش اول يعني حادثه تواجهها من العالم الاسلامي او باسم الاسلام، المره دي باسم الاسلام وباسم المصريين كمان. فقوانين زي دي وتصرفات قانونيه زي دي واجتهاد زي دي بتيء بشكل كبير جدا لسمعتنا احنا كمصريين او كعالم اسلامي قدام العالم كله، وبتشوه صورتنا بشكل كبير جدا، وبتثبت للعالم الغربي وبتثبت لكل دول العالم قد ايه احنا متخلفين، وقد ايه احنا يعني غير متحضرين على الاطلاق، ولا نحترم لا حريه تعبير ولا حريه اعتقاد ولا حريه تفكير. فانا كنت حابب اعلق على الموضوع ده يا جان. لو عندك السؤال الثاني بقى، مش فاكر انا سؤالك كان ايه. القاضي حلاوه بيقول لك: ما تزعلش يا جماعه، انا كنت بهزر واسحب التعليقات.
ماشي. لا انا مش زعلان منه، انا مش زعلان منه، بس انا قلت ايه يعني، بشوف منه تعليقات كتير، فقلت يعني ارد مره، ارد من نفسي. لا ولا يهمك. أحمد، شو رأيك، الأزهر أصبح وصمة عار على مصر؟ أو القوانين هي أو قانون ازدراء الأديان؟ طبعا طبعا وصمة عار، طبعا دي أسوأ صورة ممكن نصدرها للعالم عن نفسنا يعني. على كل حال، أنا يعني إسماعيل راح يكون معنا يوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت القاهرة، في حلقة خاصة مع إسماعيل يوم الجمعة الساعة 10، وبعد ساعة كمان تقريبا، بعد ساعة عندي حلقة تانية مع كاتب تونسي اسمه محمد بن رجب. فأنا بتمنى كمان شاركونا أصدقائي، وبتمنى تكونوا معنا وتتابعونا وتطرحوا آراءكم وتطرحوا أفكاركم، ويعني ونشارك المعلومات، نشارك الأفكار هاي، نتشاركها ونناقشها مع بعض. أحمد، كلمة أخيرة بتحب توجهها للجمهور بهالحلقة هاي؟ تفضل. لا ما فيش أي إضافة تانية يعني. أتمنى من المشاهدين يكونوا يعني استمتعوا بالحلقة ديت، ويفضلوا يتابعونا يعني، ومش هنطول عليهم يعني، غالبا الحلقة بتاعتنا مش هتبقى طويلة يعني. يعني أظن مشان ما نطول، مثل ما قلت يعني بساعة كافية يعني، كمان عليهم كمان. أخي إسماعيل، أنت راح تكون معي يوم الجمعة؟ بيتك. أكيد أكيد يا جان، أنا بشكرك جدا، وبشكر الأصدقاء اللي كانوا بيتفرجوا علينا وبيتابعونا. أتمنى تكونوا انبسطتوا، وأتمنى تجاهروا وتعلنوا عن أفكاركم، سواء مع جان أو معايا في البط الأسود أو حتى في قنوات خاصة ليكم. بشكركم جدا، وبشكر جان، وبشكر أحمد، وشكرا. ومع نتقابل بقى يوم الجمعة معاك يا جان مرة تانية. أكيد أكيد. أصدقائي، أنا بعد ساعة كمان عندي حلقة مع الكاتب التونسي محمد بن رجب، وأنا بتمنى تتابعونا، وبتمنى كمان تعطونا آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لك أخي أحمد، شكرا لك أخي إسماعيل. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لكم.